بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. الناس الذين عاشوا في الدنيا سنين طويلة وعشرات السنين عند الموت تتلخص الدنيا في أنظارهم وأعينهم كأنها كانت ساعة واحدة من نهار، لا نهارا كاملا ولا نصف نهار، بل بمنزلة ساعة واحدة. هذه السنين العشرات التي عاشها الإنسان في الدنيا، سواء كان رجلا أو امرأة، غنيا أم فقيرا، عالما أم جاهلا، صحيحا سالما أم مريضا، في مشكلات أو في غير مشكلات، عندما تنتهي الدنيا في نظره تكون الدنيا كأنها ساعة واحدة، يرى أنها انتهت. المؤمن يفرح لأن الدنيا انتهت وبقي للمؤمن المقامات والفضائل وما أعده لنفسه في الآخرة، ويبقى لغير المؤمن، للظالمين، للعاصين، للمنافقين، اللذات انتهت وتبقى التبعات، ويبقى الهم العظيم والكرب الكبير والعياذ بالله. في حديث الإمام الصادق صلوات الله عليه أن الدنيا تمثلت لعيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليهم السلام في صورة امرأة زرقاء، زرقاء يعني عينها زرقاء، وعادة ينسب الشيء الذي هو حقيقة للجزء إلى الكل، هذا من جملة البلاغة ومن جملة الفصاحة أحيانا. امرأة زرقاء، هذه كانت الدنيا تمثلت لعيسى ابن مريم، فسألها عيسى ابن مريم: هل تزوجتي؟ قالت: كثيرا. قال عيسى ابن مريم لها: فكل طلقك؟ قالت: بل كلا قتلت. فقال عيسى: ما مضمون الحديث الشريف المروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه؟ قال عيسى: فويل لأزواجك الباقين
كيف لم يعتبروا من أزواجك الماضين؟ هذا الجيل الموجود، الناس الموجودون، كيف لم يعتبروا من الناس الذين كانوا قبلهم؟ إذن أيضا عاشوا هذه الدنيا، عاشوا ملذات الدنيا، عاشوا مشكلات الدنيا، عاشوا متغيرات الحياة مثل ما نحن نعيش في هذه الدنيا. الأجيال السابقة قبلنا، الجيل الذي كانوا قبلنا، والجيل الذي قبل ذلك الجيل، والجيل الذي قبل ذلك الجيل الآخر، هؤلاء أيضا كانوا مثلنا يعيشون في هذه الدنيا بما فيها من ملذات ومشكلات. فكيف هؤلاء، عيسى بن مريم قال، فكيف هؤلاء البشر الناس الموجودون هذا الزمان، كيف لم يعتبروا، لم يأخذوا العبرة من الماضين؟ فلا تغرهم الدنيا. الدنيا تتلخص في أمرين: الأمر الأول القناعات، الأمر الثاني الشهوات. القناعات هي التي الله سبحانه وتعالى خلق نور العقل لكي يأمر بالقناعات أو يرى القناعات أمورا جيدة حسنة. الأمر الثاني الشهوات التي تدفع الإنسان إلى ما يشتهي من السيئات، من المظالم. الدنيا تتلخص في هذين الأمرين: العبرة من الماضين بالنسبة لمن كانوا أتقياء، كانوا عدولا، كانوا في جانب جيد من الفضيلة والأخلاق الحسنة، العبرة للتعلم منهم، والعبرة ممن كانوا بالعكس، كانوا ظالمين، كانوا فساق، كانوا منافقين، العبرة منهم أن لا يكون الإنسان مثلهم مهما طالت الدنيا. عندما تنتهي الإنسان هكذا يحس كأنه كان ساعة واحدة وانتهت. هذا بالنسبة إلى الموت. حتى قبل الموت الإنسان الذي الآن عمره 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة وهو موجود بعد في الدنيا، إذا ينظر إلى ماضي حياته رغم كل الحسنات والسيئات ورغم كل الملذات والمكروهات، يرى كأنها كانت فترة قصيرة. يعتبر الإنسان من هذه الدنيا، يعتبر من الماضين الذين كانوا قبله. هذا بحاجة إلى تأمل، بحاجة إلى تفكر. لا يحتاج هذا التأمل أو التفكر إلى زمان كثير. الإنسان يكون هذا التأمل والتفكر نصب عينيه، نصب بصيرته، عين البصيرة.
الذين جمعوا أموالا من الحرام ثم ماذا؟ أين ينتهي بهم الأمر؟ الذين جمعوا سيئات ومظالم كيف ينتهي بهم الأمر؟ في الحديث الشريف أنه جاء رجل من عمال بني أمية إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، لقد كان في قصصهم عبرة، هذه القصص عبرة إيجابا وسلبا. قال للإمام الصادق صلوات الله عليه: أنا كنت من عمال بني أمية وجمعت أموال وأغمضت في مطالبه، يعني ما استفدت من نور العقل عند جمع هذه الأموال، عندما كنت أجمع الأموال كنت أغمض عيني عن أن هذا المال من حلال أو حرام، وأغمضت في مطالبه. الآن أريد أتوب، ماذا أصنع؟ مضمون الحديث الشريف أن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال له: تصنع ما أقول؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. الإمام أولا قال له: لولا أن بني أمية وجدوا أمثالكم ممن يعينهم في أمورهم لما غصبونا حقنا. يعني كل إنسان في حكومة الضلال، في حكومة المظالم، كل إنسان بمقداره وبمقدار تأييده وإسناده لتلك الحكومة الظالمة بمقداره يكون مسؤولا ويكون عليه العقاب. ثم قال له عليه السلام أن تخرج من جميع أموالك، كل ما عندك من المال حرام، حرام لك باعتبار أنها مجموعة من المظالم، فعليك أن تخرج من جميعها. خب أين توضع هذه الأموال باعتبار أنها أصحابها مجهولون مو غير معلومين فعلا، فتعطى في مصارف مجهول المالك ومصارف مجهول المالك حسب نظر الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام ابتداء، وفي الغيبة حسب ما ذكر الإمام عليه السلام له حكم سهم الإمام على ما في بعض النصوص أيضا. هذا مطلب ليس شيئا سهلا، يخرج من جميع أمواله، يعني من داره، من ملابسه، من فلوسه، من متاع اللي عنده، من تجارته، من زراعته، تأمل الرجل ثم قال: أفعل. حقيقة عظيم هذا التأمل وهذا العزم. فلما رجع إلى الكوفة خرج من جميع أمواله ووزعت أمواله كلها على المحتاجين، ومجموعة من الشيعة جمعوا له بعض الأموال حتى يعيش، أعطوه هدايا لأن أمواله كانت حرام، وعاش فترة ثم مات. والغريب في هذا الأمر أن الشخص الذي جاء بهذا الرجل إلى الإمام الصادق عليه السلام هو علي بن أبي حمزة البطائني.
الذي كان وكيلا للإمام الصادق عليه السلام، ثم بعده للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، ثم صار أحد عمد الواقفة واقفية، وحليت الدنيا في عينه، وللدنيا صنع ما صنع. وقد ورد عن الإمام الرضا صلوات الله عليه عند موت علي بن أبي حمزة البطائني أنه قال: الملائكة ضربوه بمرزبة من نار، يعني عمودا من نار نعوذ بالله، امتلأ قبره نارا إلى يوم القيامة. يعني الآن بعد أكثر من 1200 عام تقريبا لا يزال علي بن أبي حمزة معذب بالنار. كيف أن الدنيا تغري الإنسان؟ علي بن أبي حمزة صار طريقا لنجاة ذلك الرجل من عمال بني أمية، ثم هو أصبح هكذا. ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للاعتبار مهما كان الاعتبار صعبا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.